أخبي شرم الشيخ فيديو دارت برشا على فيسبوك وأثارت جدل كبير، وين تظهر السيدة نجلة بودن تتبادل الحديث والابتسامات بينها وبين رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ هكا ورئيسة الحكومة التونسية كيف ما قلت لكم نجلة بودن، الشيء اللي أثر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. خليني نبدأ بالسيد إبراهيم الرزقي كاتب عام بنقابة السلك الدبلوماسي، كان حاضر البارح في موزايك، خلينا نسمعوه إيش قال. قبل ما تمشي في الكونفرنس انترناسيونال هذيك هي عارفه انه مشاركه فيها اسرائيل داكور، ومعناها المراسم هل قاموا معناها اللي على مستوى سفارتنا في القاهره معناها بالتعريف معناها بالبوزيسيون هي باش تقعد تكون قدامها الى غير ذلك، هذه مساله نتاع ترتيبات شكليه. لكن ما تنساش راهو في عديد المناسبات حتى وزيرنا نتاع الدفاع لما مشى لالمانيا في اللوتون يعني قابل معناها مع موفد اسرائيلي، وحتى لما مد له تنظير لا مان سلم عليه. فكره التطبيع هذه شعارات مالا سي ابراهيم نسلم معناها انطبعت ما نعرفش نسال فيك ما تسميش في العرف الدبلوماسي معناها انك باش نلقى عليك تحيه ترجع لي صباح الخير نقول لك الخير ما تسميش معناها على اساس اني والحضور في نفس والحضور في نفس الندوه ولا نفس الكونفرنس يتسمى تطبيع ولا ما يتسميش تطبيع؟ ما يتسميش تطبيع. انت في الامم المتحده حاضر معاه على مستوى الاسومبلي جينيرال ولا على مستوى معناها في معناها المنظمات المتخصصه معناها موجودين معناها ممثل اسرائيل. التطبيع وقتاش؟ وقت نعترف بيك، وقت يكون عندك ممثل دبلوماسي عندي أم على اساس اني باش نقابلك انت كسفير مثلا لاسرائيل في حفل استقبال وعرض معناها وتصادفنا ولا لقيت علي تحيه رجعت عليك تحيه تبعت معاه ولا اعترفت بيك ما تجيش. النائب السابق عن التيار الديمقراطي نبيل الحاج يقول قيس سعيد هو اللي ورطنا احنا بنجلة بودن رئيس الحكومه، كان ما تعرفش رئيس الكيان الصهيوني فهي ما تستحقش تكون في ديوان الرئيس مش رئيس الحكومه، وكان تعرفوا في ذوقيه تقصد ربي. عندنا الاكسخي خلينا نسمعه. هي كاني ما تعرفوش ما تنجمش تكون في الكابينه نتاع رئيس حكومه مش رئيس حكومه، وكاني تعرفوا يظهر لي اتس تايم معناها مش اللي تعتذر مش تقصد ربي وماذا بيا معناها ما يخرجوناش كومونيكي، وهم مش بيخرجوا ما عندهمش الجرأه هذه باش يخرجوا كومونيكي. اما نتمنى على رئيس الجمهوريه ماذا بنا يعملنا فيديو ويجيب نجلة بودن حطها قدامه ويسمعنا رايه في اللي عملته وهي حاضره ثم ياخذ القرار اللي يلزم ياخذه. خلي التوانسه تعرف درجة اعتبار قيس سعيد لأي نوع من التطبيع خط أحمر وجريمة خيانة عظمى وخيانة عظمى ولا خير من جنيف صدقا معناها حتى كان لزوق باش تقعد في التصويرة قريبة في الأخر بكل ما يتنجمش عندك البرنامج بالمسبق لا أما الصورة حاول تبعد عليه في الصورة، وحتى كان البروتوكول اقتضى أنك تكون وراه بسبعة بخمسة مترو ما كما قالك اليمني داور وجهه. هذا الكلام اللي قالوا بطبيعة نبيل الحجي. ونمشي لأحمد الحجي اللي كان مع معز معز بن غربية في التسعين ديوان هنا تونس. تونس والإكسري الأولاني متاع إبراهيم الرزقي نقابة سلك الدبلوماسي مع الياس في الميدي قلنا موزايك تغشوا اي ما هو نعم نسميه قلنا سميني موزايك مع الياس الغربي إما أنا ما سميتش معز مبعدش معز هاني مش نسمي هلا هذا استفزاز المعز هو نقص استفزاز تحبوا تشبيكم يا مازلت مش نسمي أحمد ونيس وبيدو يعلق على اليسار بنجلة بودن ورئيس الإسرائيلي قال كانت مؤدبة ولائقة ومنعتنا من فضيحة. بالنسبة للرئيسة الإسرائيلية هبطت بيان وقالت أن الصورة كانت عفوية، ونوفى بالأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي التهري يقول حديث نجلة بودن مع الرئيس الإسرائيلي عار وفضيحة ولن نقبل تبييضها. ربي مثالش خلينا نسمعوا الاراء الكل خاطر نصدمني السيد ابراهيم الرزقي عن نقابه السلك الدبلوماسي. شنو قال سي ونيس اعطيني الاكستري واقفين للصوره واحد راجل وجه لها تحيه لانها سيده من جمله الرجال فهمت اجابت بكل تربيه وبكل لطف وشرفت الموقف التونسي. طلع اسرائيلي شو المشكله اللي فيه مع بشرهم ماناش متفقين معاها مش قالت قالت له انا نهنيك على السياسه نتاع بلادك هكا نتوسموا هكا من تونسي او تونسيه تقول كلام من النوع هذا استجابت لتحيه شو العيب اللي فيه؟ والتحيه صدرت من غيرها ما صدرتش منها هي صدرت من غيرها استجابت وهذا واجب وهذا طبيعي ولو نتوقع معناها عكس هذا كانت تكون فضيحه ويكون احنا في قلب الفضيحه هذه. انا نحييها وما نحكمش عليها عن بعد لكن لما استمع اليها وقتها نعمل فكره ونعمل راي. كانت فضيحه هكا قال لو كان ما سلمتش عليه سيد احمد
ونيس بنفس المنطق، معناها شارون يقوم بعد سبرة وشتيلة في 82 الصباح ويتقابل في بقعة من البقايا مع واحد مسؤولين تونس، يقول له صباح خير، يقول له صباح خير، يبتسم له، ولكن المهم ما يقولوش أنا موافقك على السياسات نتاعك. قال لك يبرى، معناها الآخر قال لك ضحكت له، ضحك لها ولا شنو، يلزم ترد عليها ترد التحية. محمود أغزر، نتذكر قولة شهيرة في 30 ثانية الأخرى متاع الحملة الرئاسية بين قيس سعيد ونبيل قرو، شاكر بسباس يسأل قيس سعيد يقول له في 30 ثانية آخر كلمة سي قيس، يقول التطبيع خيانة عظمى، التطبيع خيانة عظمى، مو ديفينيسيون ما تعطاتش أو حتى ديفينيسيون لنا مختلفين عليها من هنا بديت ولاو كل حاجة تتناقض مع مقاله رئيس الجمهورية الحالي فهو محل اتهام. دونك رئيس الجمهورية اللي بدأ بالشعار الكبير الرنان هذاك التطبيع خيانة عظمى، لين وصلنا انه رئيس حكومة متاع تونس تنجم تكون مطبعة مع كيان صهيوني، ولهنا يعتبروها مطبعة هي، لانه توا نراه في الفيديوهات وكأنه تطبيع. باهي، نسأل سؤال للعباد اللي موجودة معنا توا، شكون انا محلين، احنا في محلين وعلى الاقل نعرفوا شكون اللي يحكم، شكون رئيس حكومة إسرائيل؟ من هو الوزير الأول الإسرائيلي؟ تو نسأل شكون ينجم يجاوبني على السؤال هذا؟ تسأل فينا في البلاتو بوردير أنه نجلة بودير ما تعرفوش؟ معناتها بشوي هاني باش نوصل عاد أنا. شكون رئيس الحكومة؟ ما يعرفوا حتى حد. اسمه ياير لابيد، كان وزير خارجية. بريف، دونك تنجم وهنا هنا كما قال نبيل الحاجي تنجم تكون ما تعرفوش. ولكن أي وكان ما تعرفوش علي أنا تستقيم لأنه هي رئيس حكومة، توانا ما نعرفوش محمود البارودي ولا رفيق ولا سونيا ولا ناصر عادي، ولكن هي كرئيس حكومة ما تعرفوش تستقيم، وكان تعرفوه وسلمت عليه وضحكت له واحد تخرج تعبر على الموقف التونسي، تقول رانا احنا ما عندناش مشكله، تقولوا الكلام هذا. ولكن معناها المره اللي فاتت تتصور مع حسن الشلغومي الامام الامام المنافقين وقولوا ما نعرفوش، واليوم رئيس حكومة متاع إسرائيل وما تعرفوش، لماذا تعرف؟ شو تعرف مدام نجلة بودن؟ وإذا كان هي ما تعرفوش على حد علمي يا محمود وانتي عارف مني، فما 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 ناس معها محنا يخدموا يخلصوا برمي الحاجات اللي يخلصوا عليها علموها البروتوكول، خاطر هي بروف على روحها تحطت في بول صعيبة اللي تخدم فيها اللي هي رئيس الحكومة. يعرفوا كيفاش تتحرك، كيفاش تمشي، كيفاش تحكي، كيفاش تتصور، هذاك شكون، شنو تعمل. فماش واحد كان أستاذ جامعي ولا يعرف بروتوكول الحكومات والرئاسة وغيره كذا. إذا كان هذوما زاد اللي يخدموا ياخذوا في الشهاري من فلوس احنا اللي ندفعوا فيهم ما يعرفوهاش، هذاك رد بالك، رد بالك في قاف، لا تسلم، لا تدور، لا تقرب، لا تعمل، على خاطر اللقطة هذيك نجم عالم سيدة كامل يحكي عليها. كان هي ما تعرفش واللي ما يعرفوش، شكون يعرف؟ صحيح، وبربي بش توانسة ما يقولكش شبيهم كبروها وعلى خاطر ضحكة، لا مش على خاطر ضحكة ولا على خاطر سلمت عليه، لأنه هذا إلى حد هذه ساعة هو هذا الموقف الرسمي متاع بلادنا. ما تناقشناش في مسألة التطبيع احنا اليوم، وما تخلناش لأنه احنا من مصلحتنا نطبعه مع الكيان الصهيوني ولا ما نطبعوش، ما حكيناش في هذا. هذا موقف رئيس الجمهورية وقالوا، وهذه حملته الانتخابية ايش قال فيها؟ يقول لك ايش بيهم كبروها ودرشوا. اطرح السؤال بطريقة اخرى، احنا علاش نكروا العبادة ذو مخاطرهم؟ كيان غاصب محتل سفح قتلوا عذبوا شردوا محتلين الى 2022 فلسطين، حط هما ذوما الناس هذوما في عوض قتل اخواتنا الفلسطينيين، قتل اخواتك انت اللي تسمع مش عاجبه الموقف هذا، غدوه تلقى رئيس بلادك تسلم عليه ولا رئيس الحكومه نتاع بلادك تسلم عليه، وهو سيد البارح مثلا طيارات الجيش نتاعو تضرب في بقعه من بقايا فلسطين والناس قاعده تموت. معناها ماهيش الحكايه ماهيش نكري تنجم تتعدى، كان ما تعرفش الخطا فادح، وكان تعرف الخطأ